لو روحتي مثلا مكان ولقيتي حد ايفنت كبير بقى مثلا وبره مصر مثلا حاجه كان ان شاء الله ولقيتي واحده لابسه زيك بالظبط تعملي ايه؟ هزعل هتصور معاها سيلفي احييكي على روحك. يعني لو هقولها انا مبسوطه ان في حد الحاجه الجميله قلديها بس قلديها وانت تليقي عليها مش تأفوري فيها هتصور معاها سيلفي فعلا ولا حاجه هقف اتصور معاها برافو عليك قالوا كده على فكره والله هقف اتصور معاها واكيد اصل على فكره احنا كتير قوي ممكن نبقى لابسين زي بعض بس انا عليا غير عليكي غير على اي حد بتختلف شكلك بيختلف اتس ذا هول لوك فما وانت مين بس جد على فكرة احنا لسه في العربية انا وسوشا كنا بنتكلم على الموضوع ده طبعا هي حاجة محرجة بس بما انك بتلبسي مش حاجة معمولة ليكي مخصوص فلازم تتقبلي ده يعني هو ما هتعملي ايه مثلا مع الحد اللي لابس زيك؟ يعني I have to لازم ابقى ادي ثقة لنفسي اكتر ان انا طالعة احلى في الفستان ده وانا لابساها احلى وانا جسمي فيه احلى والليلة تعدي لا مش هزعل وهروح اتصور جنبها علشان نبقى احنا اللي عاملين هايلايت على روحنا ما يتعملش علينا احنا الحفله يعني معايا انا لا باخد بالي برافو عليكي زكي حتى في هوليود بتحصل دي بس بتحصل بصفه اقليه جدا عشان بيبقى حد مسؤول على الايفنت كله كلبس فبيبقى عارف دي هتلبس ايه ودي هتلبس ايه ودي لو هيشوف نفس الايفنت فستانين هيكلمهم الاثنين ويقول لهم كذا كذا وواحده منهم هتتنازل على الفستان بس ده ما بيحصلش هنا لا ما بيحصلش هنا عشان في اي ايفنت في ريد كاربت بيبقى في حد مسؤول على اللوك اون جنرال مش هيقول لها تلبس ايه بس يبقى عارف ايه اللي هيعدي على الريد كاربت فاهم قصدي عشان ما يقعوش في الغلط ده لا الديزاينر عايز يبيع احيانا هي بتشتري الفستان واحيانا بتاخده كجيفت فاحيانا هو بيدي فستانين هو ملوش دعوه عشان احيانا بيبعت الممثله واحده بيقولها 10 فساتين من ديزاينرز مختلفين فمش عارف انه فستان هتطلع بيه هو نفسه بيتفرج هيتفاجئ بفستانه على الريد كاربت